المانيكان هنا ده المانيكان ده بيستخدمه في الامرجنسي سيتويشن زي ما احنا شايفين ان احنا في عندنا تمام سيميوليتور على الفايتال ساينس على الامرجنسي بروسيجر. في عندنا طبعا هنا الشاشه بتنادي الريسبونس بتاع البيشنت. اي ريسبونس ده المفروض ان انا بديله الداتا بتاعته من خلال في عندنا هنا اللابتوب المفروض ان انا بدخل كل الداتا بتاعت السيميوليشن اللي عندي بعزيتها على المانيكان بتظهر الداتا ديت من خلال الشاشه الكمبيوتر اللي عندنا هنا نعمل بتاع السيتويشن عندنا فبيظهر لي كل حاجه على المانيكان او كل المانيفستيشن تظهر عندي على المانيكان. هو في طبعا بلاد بريشر ميجرمنت في عندنا الفنتيليشن بتاعه والفنتيليشن هنا من خلال الالكترونيه الثيوب او عن طريق ان انا بوصله باكوباك. الفنتيليشن بتاعه ممكن يتوصل عن طريق الالكترونيه الثيوب على الميكانيكال فنتيليتور. في عندي كمان بلس اوكسيميتر بيظهر فيه كل الداتا دي بشوفها عندي هنا على الزاويه. في عندنا النيرسنج اند سيميوليتور وده سيميوليتور بيظهر لي في الفايتال ساينس هاو تو ميجر بيلد الفايتال ساينس ده بنعمل تريننج كبير للستودنتس عليه. طبعا في عندنا هنا البلاد بريشر في عندي السيميوليتور بتاعه في عندي كل الفايتال ساينس اللي موجوده فيه ممكن يظهر لي البريسنج ساوند ممكن يظهر في عندي اللي هو البلس ريت. في برضه ممكن اقدر من خلاله اعرف التمبريتشر ميجرمنت بس هما مانيكان وده كنا بنستخدمه في الفيرست ايد تريننج بروجرام برضه بنستخدمه للفيرست ايد ستودنتس. وفي عندي التوما مانيكان ده بيعرض لي في عندي اللي هو هاو تو ابلاينج فيرست ايد فور بيرن فور ووم. في عندي برضه البيت اوبجكت هاو تو ابلاينج فيرست ايد فور البيت اوبجكت فور اني تايب اوف تروما. Crisis, how to apply first aid for crisis. ده المانيكان برضه ده اسمه اللاردن وده المانيكان ده بنستخدمه في عندنا استخدامات كتير قوي منها الفايتال ساينس ميجرمنت كان عندي متطلبه عليه ازاي تعمل ميجرمنت الفايتال ساينس. كل الفايتال ساينس بقى انواعها البلاد بريشر البالس التمبريتشر الريسبيريشن كمان ممكن نستخدمه في السي بي ار كارديفالونري ريسبيريشن زي الاستيودنت بتعمل عليه كارديفالونري ريسبيريشن في حالات الكارديفالونري اريست. في عندي كمان بنعمل فيها سيميوليشن للتراكيوستومي انسيرشن سبورت للبادي اوف ذا تيوب.
طبعا البروسيجر في عندنا مرحلتين. احنا اول حاجه بنعمل اوبن ليجر وي عن طريق حته فيتشر ليفت. طبعا المفروض ان احنا بنعمل لوبريكيشن للاير واي. المفروض فيه طبعا بيبقى معانا نيرس بتعمل اسيست للبروسيجر. المفروض ان احنا هنعمل لوبريكيشن للاندوتراكيال كيوب. بعد كده المفروض ان انا خلاص كده انا خدت الايه السامبل بتاعتي، المفروض باخد وبعمل بريشر.